السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل التدرب على الدرسين الثالث والرابع، الوحدة الثالثة من كتاب الأضواء، الصف الخامس الابتدائي. معكم مس أسماء عبد المجيد، ونبدأ مع بعض. أول سؤال: أوجد ناتج ضرب مالي مستخدما نموذج مساحة المستطيل. عندي 5023 في 25. أول حاجة هنفك العدد لأحاد وعشرات ومئات، اللي هو 5 في خانة الألاف ب5000. هنا الاتنين دي خانة عشرات ب20. بعد كده باخد الأحاد، ادي التلاتة في خانة الأحاد ب3. كده انا فكيت العدد الأول. باخد العدد التاني وبفكه أحاد برضو عشرات. عندي 2 خانة العشرات ب20، وعندي 5 خانة الأحاد ب5. ونبدأ نضرب. هضرب ال20 في 5000 وال20 والتلاتة، وبعد كده باخد 5 اضربها في 5000 وال20 والتلاتة، وبعد كده بجمع الأرقام دي كلها. هناخد الاتنين في 5 ب10، ومعانا ادي 3 اصفار وصفر، يبقى معانا 4 اصفار. ادي 1 2 3 4، يبقى معانا 100000. ادي اول واحدة. الاتنين في 2 ب4 ومعانا صفرين بنزله، بعد كده الاتنين في 3 ب6 ومعايا صفر بنزله، الخمسة في 5 ب25 ومعايا 3 اصفار بنزله، هنا الاتنين في 5 ب10 ومعايا صفر بنزله، 3 في 5 ب15 وبجمع الاحاد مع الأحاد والعشرات. أدي الأحاد عندي 5، هنكتب 5. عندي العشرات أدي 6 و1 7، ما عنديش عشرات تاني، بكتب 7. بدخل على خانة المئات، دول كده الخانتين دول خلصوا، المئات 4 و1 5، يبقى أدي 5. كده الخانات دي كلها خلصت، اللي الأربع خانات دول كده خلصوا. أدخل على خانة الألف، عندي هنا في خانة الألف 5، بكتب 5. بعد كده عندي عشرات الألوف 2، بكتب 2. عندي هنا مئات الألوف اللي هو الواحد، ما عنديش حاجة مع مئات الألوف، بكتب الواحد، يبقى 125575. ندخل على السؤال التاني. هاخد العدد وافكه، 1 في خانة الألاف ب1000، ادي الألف. هنا 4 خانة المئات ب400، هنا 2 عشرات ب20، 3 أحاد ب3. والعدد التاني بفكه بنفس الطريقة، 1 في العشرات ب10 و2 في الأحاد ب2. الواحد في 1 ب1 ومعايا 4 اصفار بنزله، 4 اصفار الموجودين معاك في المسألة، الواحد في 4 ب4 ومعانا صفرين بننزله، الواحد في 2 ب2 ومعايا صفرين بنزله، الواحد في 3 ب3 ومعانا صفر بننزله. ناخد العدد التاني، الاتنين في 1000 ب2000، والاتنين في 4 ب8 ومعايا صفرين بنزله، 2 في 2 ب4 ومعايا صفر بنزله، الاتنين في 3 ب6. وبجمع كل الارقام معانا. الاحاد عندي ما عنديش غير الستة، هنكتب الستة، ادي الستة. هنا العشرات عندي 3 و4 7، ادي السبعة. ندخل على خانة المئات، كده الخانتين دول خلصوا. ندخل على المئات، 2 ودي كمان خلصت، ادي 2 و4 هيديني 6. 6 و8 نشوف مئات تاني، ادي لا ادي خلاص، ادي خانة المئات 2، وهنا لا دي ناقصة صفر، دي 400 ودي 10، دول 3 اصفار. ادي 2 و4، لا 2 بس، هنا 4 عشرات، ادي 2 مئات و8 10، ما عادش حاجة مئات، تمام. ادي صفر ومعانا الواحد على خانة الالاف. كده الخانات دي خلصت. ندخل على خانة الالاف اللي هي الاربعة، كان معانا 1، كده 5، 5 و2 7. خانة عشرات الالوف ما عنديش فيها غير الواحد، يبقى 17076. وندخل على السؤال التاني. هنا 7 في خانة الالاف ب7000، هنا 2 في خانة المئات ب200، هنا 3 في الاحاد ب3، هنا 11 هتبقى 10 و1، 1 في الاحاد ب1 و1 في خانة العشرات ب10. ونضرب الواحد في 7 ب7 ومعانا 3 اصفار بننزله، وكمان صفر بتاع العشرة، يبقى كده 4 اصفار. الواحد في 2 ب2 وهنا صفرين وهنا 1، يبقوا 3. هنا الواحد في 3 ب3 وبحط الصفر. الواحد في 7000 ب7000، الواحد في 2 ب2 ومعانا صفرين بننزلهم، الواحد في 3 ب3. وبجمع. عندي الاحاد 3، ما عنديش حاجه غير ال 3، بكتب 3. عندي العشرات 3، ما عنديش برضو حاجه مع العشرات، بنزلها. عندي المئات هنا 2، ما عنديش مئات، بنزل ال 200. عندي خانه الالاف 2، وعندي 7 9، يبقى 9. ندخل على خانة عشرات الألوف، عندي عشرات الألوف 7، يبقى 79233. وندخل على سؤال 4. 6 خانة الألاف ب6000، 3 خانة المئات ب300، 2 خانة العشرات ب20، ومعنديش أحاد.
هنا واحد خانة العشرات بعشرة، والستة خانة الأحد بست، وبنضرب الواحد في ستة بستة، وادي تلاتة وادي صفر، يبقى معاك أربع أصفار. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي أربعة. الواحد في تلاتة بتلاتة ومعايا تلات أصفار، وهنا الواحد في اتنين باتنين ومعايا صفرين. هنا الستة في ستة بستة وتلاتين ومعايا تلات أصفار بنزله. هنا التلاتة في ستة بتمنتاشر ومعانا صفرين بننزله. الاتنين في ستة باتناشر ومعانا صفر بننزله، وبنجمع كل الأرقام. هندور على خانة الأحد، ما عنديش حاجة في الأحد، بنزل الصفر. العشرات عندي الاتنين بس، بكتب الاتنين. ندخل على خانة المئات، اتنين واحد هيديني تلاتة، تلاتة وتمانية هيديني حداشر، مفيش مئات تاني. ادي واحد ومعانا الواحد على خانة الآلاف. خانة الآلاف هنا تلاتة بقت أربعة، أربعة وهنا خانة الآلاف كده خمسة، وعندي كمان خانة الآلاف خمسة وستة حداشر. واحد خمسة وستة حداشر، فين خانة الآلاف التانية؟ ادي كده آلاف، نعد تاني. ادي آلاف تلاتة، تلاتة وستة تسعة، تسعة وواحد عشرة، في آلاف تانية، علشان بس لو الأرقام لو نسينا رقم بيضيع المسألة كلها. طيب نركز تاني، ادي الاحاد صفر، والعشرات اتنين، تمام، والمئات اتنين وواحد تلاتة. ادي المئات تلاتة وتمانية حداشر، واحد ومعانا الواحد، ما عادش كده مئات. ندخل على خانة الالاف، معانا واحد ومعانا تلاتة، كده اربعة، اربعة واحد خمسة، خمسة وستة حداشر، ما عادش كده تمام، حداشر واحد ومعانا الواحد. على خانة عشرات الالوف، عشرات الالوف هنا تلاتة، ادي كده بقوا اربعة، اربعة وهنا ده عشرات الالوف اهيت، اربعة وستة عشرة، ما عنديش حاجة تانية، يبقى العشرة. ادي الصفر وادي الواحد، يبقى مية وواحد الف مية وعشرين. وندخل على السؤال التاني، هنا بيقول لي اكمل نموذج مساحة المستطيل وصل الاجزاء المتشابهة. هو هنا عامل لي بالخوارزمية المعيارية، هي دي اسهل طريقة، الطريقة دي سهلة قوي، بس طبعا هنا عامل الجدول صغير، فبتبقى الاماكن صعبة في الجمع شوية، لكن هنا بتجمع مباشر. هنتعالى نضرب الاتنين في سبعة باربعتاشر ومعانا صفرين بننزله. هنا الاتنين في ستة باتناشر ومعانا صفر بننزله. الاربعة في سبعة بتمانية وعشرين ومعانا صفر بننزله. الاربعة في ستة باربعة وعشرين. هنا ايه المتشابه؟ انا عندي هنا مية وعشرين وهنا الف وربعمية. لو جمعت صفر وصفر صفر، اتنين وصفر اتنين، واحد واربعة خمسة، واحد ومفيش هو الواحد، يبقى الجزء ده زي الجزء ده. هنا اربعة واتنين وتمانية عشر، ومعاك الواحد على اتنين تلاتة، يبقى الجزء ده زي الجزء ده. ده كده المتشابه. وتعال نشوف السؤال اللي بعد. هنا العشرة في مية بالف، الواحد في سبعة بسبعة ومعاك صفرين نزله، العشرة في اتنين بعشرين، الاربعة في مية بربعمية، الاربعة في سبعة بتمانية وعشرين ونزل الصفر، الاتنين في اربعة بتمانية. تعالوا نوصل المتشابه. هنا تمانية احاد وتمانية عشرات واتنين واربعة ستة، يعني زي دي. هنا اتنين عشرات اهي موجودة، سبع مئات موجودة، واحد الف موجود اهي، يبقى دي زيها. ندخل على السؤال التاني، هنا الواحد في تمانية بتمانية ومعانا صفرين بننزله، الواحد في خمسة بخمسة ومعانا صفر بننزله، الأربعة في تمانية باتنين وتلاتين ومعانا صفر بننزله، الأربعة في خمسة بعشرين. نجمع هنا خمسة وهنا تمانية، تمنمية وخمسين أهي. هنا اتنين في العشرات وهنا اتنين وبأربعة، وادي التلاتة مئات أهي. ندخل على السؤال اللي بعد، العشر تلاف، الألف في عشرة، في عشرة بيدينا عشر تلاف، ادي العشرة والتلات أصفار. العشرة في مية بألف، العشرة في تمانين بتمنمية، تلاتة في ألف بتلات تلاف، التلاتة في مية بتلتمية، تلاتة في تمانية باربعة وعشرين ومعانا الصفر بننزل. هنا تمنمية، ادي التمنمية، واحد خانة الالاف، واحد خانة عشرات الالوف اهي. هنا اربعة عشرات، هنا اتنين وتلاتة خمسة، ادي المئات، وادي خانة الالاف اهي. وندخل على سؤال رقم تلاتة، هنا بيقول لي باستخدام خاصية التوزيع. خاصية التوزيع هناخد الخمسة وسبعين، ثبت الخمسة وسبعين زي ما هي، ونفتح قوس ونقطع الحداشر، واحد زائد عشر، خلاص.
يبقى احنا بناخد عدد وبنقطع العدد التاني، وباخد الخمسة وسبعين اضربها في الواحد، وباخد الخمسة وسبعين اضربها في العشر، يبقى انا باخد الحداشر بقطعها. ممكن نقطع الخمسة وسبعين سبعين زائد خمسة، هناخد الخمسة وسبعين في واحد، ادي الخمسة وسبعين في واحد زائد الخمسة وسبعين في عشر. خمسة وسبعين في واحد بخمسة وسبعين، خمسة وسبعين في عشرة بسبعمية وخمسين، وبنجمع. أدي صفر وخمسة هي الخمسة، خمسة وسبعة اتناشر، ومعانا الواحد على السبعة يديني تمن. ممكن نفك بطريقة تانية، أخد الخمسة وسبعين أفكها سبعين زائد خمسة، وأفك كمان الرقم التاني عشرة زائد واحد، وأخد السبعين أضربها في العشرة، وأخد السبعين أضربها في الواحد. طبعا طويلة شوية، خلينا في القصيرة أحسن. هاخد المية وخمسة وأفك السبعين، الواحد وسبعين سبعين زائد واحد، هاخد المية وخمسة أضربها في السبعين وبينهم جمع، وأخد المية وخمسة أضربها في الواحد. الخمسة هنزل الصفر، خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين، ومعانا التلاتة، سبعة في صفر بصفر وبنزل التلاتة، السبعة في واحد بسبعة زائد المية وخمسة، وهنجمع. خمسة وصفر خمسة، صفر وخمسة خمسة، واحد وتلاتة أربعة، سبعة مفيش عدد هي السبعة. ننزل على العدد اللي بعده، ستة وعشرين، أفك ال لا مفيش بينهم زائد، ضرب زائد داخل القوس، أفتح القوس، ناخد تلاتين زائد تلاتة، هناخد الستة وعشرين نضربها في التلاتين، وادي القوس، وأقفل القوس التاني، هاخد الستة وعشرين أضربهم في التلاتة بينهم جمع، بينهم هنا جمع. هنا هنزل الصفر، والتلاتة في ستة بتمنتاشر، ومعانا الواحد، اتنين في تلاتة بستة، واحد سبعة زائد هنا التلاتة في ستة بتمنتاشر، ومعانا الواحد، اتنين في تلاتة بستة، واحد سبعة، وبجمع الأرقام اللي معانا. عندي تمانية أحاد، سبعة وتمانية خمستاشر، ومعانا الواحد على السبعة يبقى تمانية. وتعالى نشوف السؤال اللي بعده. عندنا هنا ربعمية واحد وعشرين في اتناشر. اول حاجة عندي ادي ربعمية واحد وعشرين في، ممكن تكتب الفي وممكن ما تكتبهاش، القوس معناته ضرب، عشرة زائد اتنين، هاخد العشرة اضربها في العدد هتديني، انزل صفر العشرة، خلاص باخد العدد اضربه في الاتنين، هنا الواحد في اتنين باتنين، والاتنين في اتنين باربعة، والاتنين في اربعة بتمانية، وبجمع الرقم اللي معانا. اتنين في الاحاد، ادي اربعة واحد خمسة في العشرات، تمانية واتنين عشرة، صفر ومعانا الواحد، واحد على الاربعة خمسة. ونشوف السؤال اللي بعده. هنا ادي سبعة خمسة اتنين، وبفتح قوس للعشرة مع التلاتة. هنا هناخد سبعمية اتنين وخمسين في عشرة، بنزل صفر العشرة زائد اضرب في تلاتة، اتنين في تلاتة بستة، والتلاتة في خمسة بخمستاشر، ومعانا واحد، تلاتة في سبعة بواحد وعشرين، واحد وعشرين واحد اتنين وعشرين، وبنجمع الأرقام. ادي ستة خمسة واتنين سبعة، اتنين وخمسة سبعة، اتنين وسبعة تسعة. ونشوف السؤال اللي بعده. هنا اربعة وعشرين، سبعة وخمسين في اربعة وعشرين. هنا هناخد الخمسين، ده ممكن نحلها بقى بالطريقة التانية، احنا محلناش بيها خالص. يبقى معاك الطريقتين، فك الخمسين، ادي خمسين، وفك كمان السبعة، خلاص ادي الخمسين، وهنفك كمان السبعة. هنا الخمسين، وهفك ادي خانة العشرات خمسين، وخانة العشرات التانية عشرين، يبقى اخد الخمسين مع العشرين، تمام كده. طبعا احنا ما حلناش بالطريقة دي لانها طويلة قوي، فانا غيرت لونها عشان تاخد بالك شوية. زائد كده احنا حطينا خانة العشرات مع بعضها، باخد خانة الاحاد بقى مع بعضها، اللي هي انا عندي هنا خدت الخمسة مع العشرين، تمام. بعد كده باخد السبعة، سبعة مع العشرين، سبعة في عشرين زائد
كده احنا خدنا، ركز تاني عشان هي طويلة شوية، باخد الخمسين مع العشرين، تمام، اللي هي العشرات مع العشرات، وبرجع اخد الاحاد مع خانة العشرات. كده خدنا الاحاد اللي هي السبعة مع خانة العشرات، تمام. كده خدنا العدد الاولين، باخد بقى الخمسين مع الاربعة، يبقى خدت الخمسين في اربعة زائد، يبقى انا باخد خانة العشرات اللي هي الخمسين مع العشرين، وارجع اخد خانة الاحاد مع خانة العشرات اللي هي السبعة مع العشرين. كده انا خدت الخانة دي مع الرقمين، برجع اخد الخمسين مع الاربعة اللي هي الاحاد، وباخد السبعة مع الاربعة، وبعد كده بقى بطلع الناتج وبجمع، تمام. هنا طبعا هتجمع كل الاقواس، اللي اتنين في خمسة بعشرة معانا الف، ادي اللي يساوي اتنين في خمسة بعشرة، ومعانا صفرين بننزلهم كده الف، زائد باخد الاتنين في سبعة باربعتاشر ومعانا الصفر بننزله، برجع اخد الاربعة في خمسة بعشرين، طبعا الطريقة طويلة جدا، ومعانا صفر بننزله، بس يبقى عندك معلومة الاربعة في سبعة بتمانية وعشرين، تبقى عارف بس هي بتتحل ازاي. وهنجمع الارقام دي كلها، عندي احد تمانية بنزل التمانية، عندي عشرات اللي هي الاتنين واربعة ستة، عندي مئات اللي هي ادي الواحد واتنين تلاتة، عندي خانة الالاف واحدة بس، يبقى الف تلتمية تمانية وستين. طبعا مكناش نقدر نعمل كل ده في الاماكن الصغيرة دي، ونبدأ في الصفحة التانية. نقولها تاني لان ما تسجلتش. هناخد انزل الصفرين اللي معنا في المسألة، وبعد كده بضرب الاتنين في خمستاشر بتلاتين، ونشوف السؤال اللي بعده. عندي صفر هنزله، عندنا صفر هنزله، وهنضرب الاربعة في اربعة بستاشر ستة، ومعانا الواحد، الاربعة في تسعة بستة وتلاتين، ستة وتلاتين وواحد سبعة وتلاتين. وندخل على السؤال اللي بعده. عندي هنا هناخد الاربعة بقى هنضربها في الاعداد اللي فوق كلها، وباخد الواحد اضربه في الاعداد اللي فوق كلها، خلاص. هنا باخد الاربعة، هاخد الاربعة في خمسة بعشرين صفر، ومعانا الاتنين، الاربعة التلاتة في اربعة باتناشر، اتناشر واتنين اربعتاشر، اربعة ومعانا الواحد، اربعة في واحد باربعة واحد خمسة. كده احنا خلصنا ضرب الاربعة، بحط صفر مكان الخانة اللي انا ضربته، وباخد الواحد في مية خمسة وتلاتين بمية خمسة وتلاتين على طول اهي، وجمع. ادي خمسة وصفر، صفر وصفر قصدي، هي الصفر، اربعة وخمسة يديني تسعة، خمسة وتلاتة يديني تمانية، واحد مفيش عدد هو الواحد، يبقى الف تمنمية وتسعين. وندخل على سؤال رقم واحد. هنا الواحد في تلتمية وخمستاشر بتلتمية وخمستاشر، ونحط الصفر، وببدأ اضرب الاتنين، الاتنين في خمسة بعشرة صفر، ومعانا الواحد، الاتنين في واحد باتنين، ومعانا واحد فوق يبقوا تلاتة، اتنين في تلاتة بستة، وبجمع. عندي هنا خمسة، واحد وصفر هو الواحد، تلاتة وتلاتة ستة، ستة مفيش عدد هي الستة، يبقى ستلاف ستمية وخمستاشر. ندخل على سؤال تمانية. هنا هنضرب التلاتة في تلاتة بتسعة، والتلاتة في تلاتة بتسعة، والاتنين في تلاتة بستة، والواحد في تلاتة بتلاتة، صفر مكان اللي انت ضربته، وبناخد الاعداد الباقية نضربها، تمام كده. يلا، هنا التلاتة في تلاتة بتسعة، هنا التلاتة كمان في تلاتة بتسعة، الاتنين في تلاتة بستة، والتلاتة في واحد بتلاتة، وبجمع. هنا صفر صفر وتسعة هي التسعة، تسعة وتسعة تمنتاشر، ومعنا الواحد عشرة وستة ستاشر، ومعنا الواحد تلاتة أربعة، أربعة وستة عشرة، ومعنا الواحد على التلاتة يبقى أربعة، يبقى أربعين ألف ستمية تسعة وتمانين. شوف السؤال اللي بعده. خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين، خمسة ومعنا التلاتة، الاتنين في سبعة باربعتاشر، أربعتاشر وتلاتة سبعتاشر، سبعة ومعنا الواحد، سبعة في سبعة بتسعة وأربعين، واحد خمسين صفر، ومعنا الخمسة، التلاتة في سبعة بواحد وعشرين، وخمسة يبقى ستة وعشرين. ونحط صفر مكان اللي ضربناه، ونضرب الواحد في الرقم كله هيطلع نفس الرقم، خمسة انقله زي ما هو، اتنين سبعة تلاتة، وبجمع الارقام دي. ادي الخمسة هتنزل، سبعة وخمسة اتناشر، ومعانا الواحد على الاتنين تلاتة، ستة وسبعة تلاتاشر، تلاتة ومعانا الواحد على الاتنين تلاتة، تلاتة وتلاتة ستة، يبقى تلاتة وستين الف تلتمية خمسة وعشرين.
ونشوف السؤال اللي بعده. ستة في صفر بصفر، ستة في واحد بستة، ستة في صفر بصفر، ستة في تمانية بتمانية واربعين. صفر مكان اللي ضربته، وبضرب الواحد في الأرقام كلها تنزل زي ما هي. الواحد في صفر بصفر، واحد في واحد بواحد، واحد في صفر بصفر، ستة في الواحد في تمانية بتمانية. وبنجمع هنا صفر، هنا ستة، هنا واحد، تمانية وصفر هي التمانية، أربعة وتمانية اتناشر. ونشوف السؤال اللي بعده. هنا الواحد في صفر بصفر، الواحد في اتنين باتنين، الواحد في سبعة بسبعة، الواحد في واحد بواحد. صفر مكان اللي ضربته، ودي حاجة ما تنسهاش. الواحد في صفر بصفر، الواحد في اتنين باتنين، الواحد في سبعة بسبعة، الواحد في واحد بواحد. وبجمع ادي صفر، ادي اتنين، ادي تسعة، ادي تمانية، ادي واحد. يبقى 18920. ونشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم 12، هناخد العدد الاولاني الاتنين اضربه في الاحاد والعشرات. الاتنين في اربعة بتمانية، الاتنين في تلاتة بستة، الاتنين في اتنين باربعة، الاتنين في واحد باتنين. صفر مكان اللي ضربته، الاتنين في الاربعة في اربعة بستاشر ومعانا الواحد، التلاتة في اربعة باتناشر، اتناشر وواحد تلاتاشر، تلاتة ومعانا الواحد، الاتنين في اربعة بتمانية واحد تسعة، الاربعة في واحد باربعة. وبشد الخط وبجمع ادي التمانية، ستة وستة اتناشر، ومعانا الواحد على اربعة خمسة، خمسة وتلاتة تمانية، اتنين وتسعة حداشر، واحد ومعانا الواحد على اربعة خمسة. يبقى واحد وخمسين الف تمنمية تمانية وعشرين. ونشوف السؤال اللي بعده. خمسة في سبعة بخمسة وتلاتين، خمسة ومعانا التلاتة، الاربعة في سبعة بتمانية وعشرين، تمانية وعشرين وتلاتة واحد وتلاتين، واحد ومعانا التلاتة، السبعة في واحد بسبعة وتلاتة عشرة، صفر ومعانا الواحد، سبعة في سبعة بتسعة واربعين، وواحد خمسين. صفر مكان اللي انا ضربته، وباخد التلاتة اضربها. التلاتة في خمسة بخمستاشر ومعانا الواحد، التلاتة في اربعة باتناشر، اتناشر وواحد تلاتاشر، تلاتة ومعانا الواحد، تلاتة في واحد بتلاتة وواحد اربعة، التلاتة في سبعة بواحد وعشرين. وبنجمع ادي خمسة، واحد وخمسة ستة، صفر وتلاتة تلاتة، صفر واربعة اربعة، واحد وخمسة ستة، اتنين مفيش عدد هي الاتنين. يبقى ميتين اربعة وستين الف تلتمية خمسة وستين. ونشوف السؤال اللي بعد. تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين ومعانا الاتنين، التلاتة في تسعة بسبعة وعشرين، سبعة وعشرين واتنين تسعة وعشرين، تسعة ومعانا الاتنين، التلاتة في تسعة بسبعة وعشرين، سبعة وعشرين واتنين تسعة وعشرين. صفر مكان اللي انا ضربته، تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين ومعانا الاتنين، التلاتة في تسعة بسبعة وعشرين واتنين تسعة وعشرين، تسعة ومعانا الاتنين، التلاتة في تسعة بسبعة وعشرين واتنين تسعة وعشرين. وبشد الخط وبجمع ادي سبعة، تسعة وسبعة ستاشر، ومعانا الواحد على التسعة عشر، عشرة وتسعة تسعتاشر، معانا الواحد يبقوا اتناشر، ومعانا واحد يبقوا تلاتة. يبقى اتنين وتلاتين الف تسعمية سبعة وستين. ونشوف السؤال اللي بعده. التلاتة في خمسة بخمستاشر ومعانا الواحد، الاربعة في خمسة بعشرين، عشرين وواحد واحد وعشرين، واحد ومعانا الاتنين، الاتنين في خمسة بعشرة، عشرة واتنين اتناشر. صفر مكان اللي ضربته، التلاتة في تلاتة بتسعة، تلاتة في اربعة باتناشر ومعانا الواحد، اتنين في تلاتة بستة، واحد سبعة. وبجمع ادي خمسة، ادي عشرة، كده معانا واحد على الاربعة يبقوا خمسة، واحد وسبعة تمانية، يبقى تمن تلاف خمسمية وخمسة. ونشوف السؤال اللي بعده. اوجد قيم الارقام المجهولة. عشان تجيب قيم الارقام المجهولة كده كده هتضرب الارقام كلها. طبعا هو ضارب الخمسة، تمام؟ مش محتاجين نضرب بقى احنا الخمسة، احنا هنضرب الاتنين. الاتنين في ستة باتناشر، اتنين ومعانا، لا نحط صفر الاول مكان اللي ايه الخانة اللي مش ما اللي احنا ضربناها، اللي هو ضربها بمعنى اصح. الاتنين في ستة باتناشر ومعانا الواحد، الاتنين في تمانية بستاشر، ستاشر وواحد سبعتاشر. تمام، جمع ادي صفر، ادي خمسة، اربعة وسبعة حداشر، واحد و اربعة وسبعة حداشر، واحد ومعانا الواحد، واحد على الواحد اتنين، ادي كده صفر، تلاتة اربعة، ادي صفر، اتنين وتلاتة خمسة، سبعة واربعة حداشر، معانا الواحد. تمام، تعالى نكمل. ستة في سبعة، هو ضرب الستة خلاص، ما عادش لنا دعوة بالستة، حط صفر مكان اللي ضربه. تعالى نكمل ضرب. سبعة في سبعة بتسعة واربعين، تسعة ومعانا الاربعة، الستة في سبعة باتنين واربعين، اتنين واربعين واربعة ستة واربعين، ستة ومعانا الاربعة، ستة واربعين خلاص ده اخر رقم. هنجمع ادي اتنين، تسعة، عشرة، ادي خمسة.
شوف السؤال اللي بعده، هو ضرب الواحد خلاص ما عادش ليك دعوه بالواحد، حط صفر واضرب الاتنين في 8 ب 16 ومعانا الواحد، هو كده كده كمل. تعالى نجمع، ادي 8 و4 و6 10 ومعانا الواحد على 9 10 يبقى 1008 خلاص. ونشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 6. هنا هو ضرب الاربعه خلاص ما عادش لينا دعوه بالاربعه، هناخد الاتنين خلاص، هو خلص الأربعة، حط صفر بقى مكان اللي هو ضربه، وتعالى نضرب الاتنين، الاتنين في تلاتة بستة، الاتنين في صفر بصفر، الاتنين في خمسة بعشرة، جمع، ادي الاتنين هتنزل، واحد وستة سبعة، ادي الصفر، ادي الاتنين، ادي الواحد. هنا طبعا هو ضرب الرقم التاني، فانا بضرب الأربعة، هو ضرب الواحد، اضرب الأربعة في صفر بصفر، الاتنين في أربعة بتمانية، الأربعة في أربعة بستاشر. وبجمع، ادي هنا اربعة في صفر بصفر، الاتنين في اربعة بتمانية، الاربعة في اربعة بستاشر. تعالى نجمع، ادي هنا صفر تمانية تمانية خمسة، دي صفر. ونشوف السؤال اللي بعده، هنا ضرب الاتنين حط صفر مكان اللي ضربه، واضرب الواحد في 145 بمية خمسة واربعين، وجمع، ادي صفر، ادي تسعة وخمسة اربعتاشر، ومعانا الواحد على الاتنين تلاتة، تلاتة واربعة سبعة، واحد مفيش عدد هو الواحد، يبقى 1740. ونشوف السؤال اللي بعده، اوجد ناتج ضرب ميالي مستخدما الحساب العقلي. هنا نستخدم الحساب العقلي، هنا هناخد الخمسة وسبعين زي ما هي، وهخلي التسعمية تسعة وتسعين دي هخليها الف، هاخد الرقم زي ما هو والتاني هخليه الف خلاص. ادي الخمسة وسبعين في الف، خمسة وسبعين في الف بخمسة وسبعين الف، تمام. بطرح منهم بقى خمسة وسبعين، ده كده الحساب العقلي، ده كده الحساب العقلي. وتعالى نشوف هنا، هنطرح صفر ناقص خمسة ما ينفعش، يبقى الصفر عشرة، عشرة ناقص خمسة خمسة، صفر التاني بقى تسعة، تسعة ناقص سبعة اتنين، الصفر التالت بقى تسعة، هننزل بقية الرقم، والخمسة بقت أربعة وادي السبعة. ونشوف السؤال اللي هنا، هاخد الخمسة وعشرين زي ما هي، وخلي التسعة وتسعين دي مية، خمسة وعشرين في مية، تمام، خمسة وعشرين في مية بخمسة وعشرين مية اللي هي 2500، وهشيل منها خمسة وعشرين، صفر ناقص خمسة مينفعش يبقى صفر عشرة، عشرة ناقص خمسة خمسة، صفر التاني بقى تسعة، تسعة ناقص اتنين هيديني سبعة، والخمسة بقت أربعة وادي الاتنين. ونشوف السؤال اللي بعده، هنا خمسة وتلاتين في تسعة، هنخلي التسعة دي عشرة، ادي خمسة وتلاتين، خلي التسعة عشرة، هنضرب هتديني حط صفر العشرة، ونقص منهم خمسة وتلاتين، صفر ناقص خمسة مينفعش يبقى صفر عشرة، عشرة ناقص خمسة خمسة، الخمسة بقت أربعة، أربعة ناقص تلاتة تديني واحد، وادي التلاتة زي ما هي. ونشوف السؤال، قدر، هنا بيقول لي قدر ناتج الضرب. طبعا التقدير ده براحتك، يعني واحد يقرب لأقرب عشرة، واحد يقرب لأقرب مائة، واحد يقرب لأقرب ألف، واحد يقرب من خانة اليسار أو الرقم اليسار، فده إجابات مختلفة. يعني أنا ممكن أحل دي أقول له الاتنين ما بتزودش، قربنا الأقرب عشرة، تبقى الاتنين دي عشرين، في الخمسة التمانية بتزود يبقى الخمسة دي ستين، هيديني الاتنين في ستة باتناشر، وبنزل الصفرين، تمام. واحد تاني يقول لا، ده انا هقرب من اليسار، خلي الاتنين عشرين، اليسار يعني باخد اخر رقم وبحط صفر، الاتنين في خمسة بعشرة وبنزل الصفرين، يبقى الناتج الف، تمام. هنا برضو بنفس الطريقة، ممكن واحد يقرب من اليسار اقول له دي 800 والتاني ده 10 اخر رقم والباقي صفار، الناتج يديني كام؟ يديني 8000. طيب واحد تاني يقول لا، ده انا هقرب لاقرب 100، الستة تزود التمانية يبقى التمانية دي 9 وخليها 900، في الواحد ما بزودش خليها 10 يديني كام؟ يديني 9000. طيب كل الاجابات صح، هنا التمانية خليها 8000، تمام، هنا 8000 في خلي التلاتة دي 30، ده اليسار اهو، 3 في 8 ب 24، ومعايا ادي اربع اصفار في المسألة نزلهم. طيب واحد تاني يقول لا، خلي التمانية 8000 ماشي، مفيش لها تغيير غير كده، في خلي التمانية بقى تزود التلاتة، تبقى التلاتة دي اربعة بقت 40، الاربعة في 8 ب 32، وننزل الصفر، ادي كام صفر؟ ادي اربعة، تمام، ادي كده اربعة اصفار خلاص. ده كل اللي ده الحلول كلها صح، فالاريح لك حل بيه. ونشوف السؤال اللي بعده، نشوف الصفحه الثانيه.
هنا بقى جايب لي مسائل الضرب باستخدام كل الخواص، نموذج المستطيل والمعيارية وخاصية التوزيع. طبعا نموذج المستطيل هترسم المستطيل، وهناخد الأرقام، ادي 2 في خانة الأحاد، 2 في خانة الألاف ب2000، وهنا خانة المئات ب100، والأربعة هنا ب40، ما عنديش أحاد. العشرات هنا الواحد في خانة العشرات ب10، والاتنين في خانة الأحاد ب2، وهتضرب الواحد في 2 ب2، ومعاك 4 أصفار هتنزله. تمام، ده كده 4 أصفار. الواحد في 1 ب1 ومعاك 3 أصفار هتنزلهم، الواحد في 4 ب4 ومعاك 0 هنزله. هنا الاتنين في 2 ب4 ومعايا 3 أصفار بنزلهم، الواحد في 2 ب2 ومعايا 0 بنزلهم، الاتنين في 4 ب8 ومعايا 0 بنزله، وبجمع الارقام دي كلها. طبعا النواتج في الثلاث خواص هتطلع واحدة. تمام، تعال ناخد المعيارية. هاخد ادي 2، ادي 1 4 0 في 12، هاخد الاتنين اضربها في اللي فوق كله، 2 في 0 ب0، 2 في 4 ب8، 2 في 1 ب2، 2 في 2 ب4، 0 مكان اللي ضربته، الواحد في 0 ب0، والواحد في 4 ب4، الواحد في 1 ب1، الواحد في 2 ب2، وبشد الخط وبجمع. طبعا الرقم ده هو اللي هيبقى هنا وهو اللي هيبقى هنا، ادي 0، ادي 8، ادي 6، ادي 5، ادي 2. تمام، يبقى الرقم ده موجود في نفس النواتج لان هي نفس المسألة. تمام، هنا بقى ناخد الايه التوزيع. هناخد ال 2140، طبعا هنا لو فكيت ده وفكيت ده يبقى حرام قوي لان مفيش مكان، فاحنا هنفك ال 12 بس، هقول له ال 12 دي 10 زائد 2 ونقفل القوس عليها، وناخد الرقم ده نضربه في العشرة نحط له 0، زائد ناخد الرقم التاني اللي هو الاتنين، الاتنين في 0 ب0، والاتنين في 4 ب8، والاتنين في 1 ب2، واتنين في 2 ب4، وبجمع كل الارقام دي هتديني نفس الرقم ونفس الناتج. ادي 0 وادي 8، 2 و4 6 4 1 5، 2 مفيش هي العدد. ونشوف السؤال اللي بعده بنفس الطريقة، هتعمل لي نموذج المستطيل. ادي نموذج المستطيل، هنا هتقسمه، هنا 3 في خانة الالاف ب3000، وهنا 7 في خانة المئات ب700، طبعا كل الارقام الخانات موجودة، و2 في خانة العشرات ب20، والخمسة في الاحاد ب5، 10 في خانة العشرات و7 في الاحاد، وبتضرب الواحد في 3 ب3 ومعاك بقى 4 أصفار نزلهم، الواحد في 7 ب7 ومعاك 3 أصفار نزلهم، الواحد في 2 ب2 ومعاك 0 نزلهم، الواحد في 5 ب5 ومعاك 0 نزلهم. هنا 7، 3 في 7 ب21 ومعاك 3 أصفار نزله. هنا 7 في 7 ب49 ومعاك 0 نزله. هنا 2 في 7 ب14 ومعاك 0 نزله. 5 في 7 ب35 ومعاك معكش 0، لا خلاص. هنا في المعيارية ادي 3 7 2 5 في 17، واضرب 5 في 7 ب35 ومعانا 3، 2 في 7 ب14، 14 و3 17، 7 ومعانا الواحد، 7 في 7 ب49 و51، 0 ومعانا الخمسة، 3 في 7 ب21 و5 26، 0 مكان اللي انت ضربته، واضرب الواحد في الارقام كلها تنزل زي ما هي، 5 2 7 3 وجمع. قد الخمسة هتنزل، 5 و7 12 ومعانا الواحد على الاتنين 3، 6 و7 13 ومعانا الواحد على الاتنين 3، 3 و3 6. الناتج هنا هو نفس الناتج هنا. هنا الجزء اللي بعده ادي 3 7 2 5 في 17، خليها 10 و7. هنا هناخد نضرب في 10 هتديني نفس الرقم ونزود بس 0 ل10، زائد هنضرب بقى في 7، 5 في 7 ب35 ومعانا 3، 2 في 7 ب14، 14 و3 17، 7 ومعانا الواحد، 7 في 7 ب49 و1 50، 0 ومعانا الخمسة، 3 في 7 ب21 و5 26، وطبعا لازم يطلع نفس الناتج. ونشوف السؤال اللي بعده. نشوف السؤال ده، هنا 1000، ادي نموذج المستطيل، طبعا درس طويل في الحل جدا. ادي الالف، 3 في العشرات ب30، 7 في الاحاد ب7، ادي 20 وادي 1، الـ2 في 1 ب2 ومعانا 4 أصفار بننزلهم، الـ2 في 3 ب6 ومعانا 0 بننزلهم، الـ2 في 7 ب14 ومعايا 0 بنزله، الـ1 في 1000 ب1000،
الواحد في تلاتة بتلاتة معانا صفر بنزله، الواحد في سبعة بسبعة. هنا ناخد المعيارية، ادي واحد صفر تلاتة سبعة في اتنين واحد، واحد في الرقم هينزل نفس الرقم ما عدا الصفر هينزل صفر، صفر مكان اللي ضربته. الاتنين في سبعة باربعتاشر ومعانا واحد، اتنين في تلاتة بستة وواحد سبعة، اتنين في صفر بصفر وادي الواحد، اتنين في واحد باتنين. نجمع، ادي سبعة ادي كمان سبعة وادي كمان سبعة وادي واحد وادي اتنين. طبعا هنا هتاخد العشرة، ادي تلاتة سبعة في عشرين زائد واحد. هناخد هنا ننزل الصفر، والاتنين في سبعة باربعتاشر ومعانا الواحد، الاتنين في تلاتة بستة واحد سبعة، اتنين في صفر بصفر، اتنين في واحد باتنين زائد الرقم نفسه. ادي واحد، واحد في سبعة بسبعة، واحد في تلاتة بتلاتة، واحد في صفر بصفر، واحد في واحد بواحد، وجمع هتطلع نفس الأرقام بنفس الطريقة. وتعال نشوف قدر هنا ده الفعلي، الناتج الفعلي لناتج الضرب. هنضرب الأربعة في سبعة بتمانية وعشرين، ده الناتج الفعلي. قدر، طب خلاص ناخد من اليسار، ادي اليسار باخد اخر رقم وكله صفر، اليسار عندي عشرين، نزل واحد في اتنين باتنين ومعاك ادي تلات صفار وصفر يبقى اربعة صفار. ادي واحد اتنين تلاتة ادي اربعة. هنا بقى هنا بالتقريب برضو هتبقى الف، هنا بالتقريب الاربعة برضو مش هتدي، هتطلع نفس الناتج عشرين الف. طيب الناتج الفعلي بقى، طبعا ما شاء الله ما فيش مكان اصلا، اربعة في سبعة بتمانية وعشرين، تمانية ومعانا الاتنين، الاربعة قصدي لا الاربعة في تمانية مش الاربعة في سبعة، اربعة في تمانية باتنين وتلاتين، اتنين ومعانا التلاتة، اربعة في سبعة بتمانية وعشرين وتلاتة واحد وتلاتين، واحد ومعانا التلاتة، اربعة في صفر بصفر ونزل التلاتة، الاربعة في واحد باربعة صفر مكان اللي ضربته، الاتنين في تمانية بستاشر ومعانا الواحد، اتنين في سبعة باربعتاشر، اربعتاشر واحد خمستاشر، خمسة ومعانا الواحد، اتنين في صفر بصفر وبنزل الواحد، اتنين في واحد باتنين وبشد الخط وبجمع. ادي اتنين سبعة تمانية خمسة اتنين. ونشوف السؤال التاني، يسار اربعة تلاف اخر رقم باقي صفار، يسار اتنين حط صفر، اتنين في اربعة تمانية ومعاك اربعة صفار نزلهم، ادي الاربعة صفار. هنا تقريب خمسة هتدي، يبقى الاربعة دي خمسة واحط تلات صفار قدام. هنا الاتنين هتدي، لا الاتنين ما بتديش تفضل زي ما هي عشرين. هنا الاتنين في خمسة بعشرة ومعاك اربعة صفار في المسألة نزلهم، احنا زودنا صفر، اتنين في خمسة بعشرة، لا ما زودناش صفر، دول تلاتة واحد اربعة، ادي كده اربعة. هنا هنضرب بقى الاتنين في واحد باتنين، اتنين في اتنين باربعة، اتنين في خمسة بعشرة ومعانا الواحد، اتنين في اربعة بتمانية واحد تسعة، صفر مكان اللي ضربناه، اتنين في واحد باتنين، اتنين في اتنين باربعة، اتنين في خمسة بعشرة، صفر ومعانا الواحد، اتنين في اربعة بتمانية واحد تسعة وبشد الخط وبجمع. ادي اتنين ادي ستة ادي اربعة ادي تسعة ادي تسعة. ونشوف بقية الصفحة، هنا هناخد برضو رقم اليسار الف وعشر، هنا معايا اربعة صفار نزلهم واحد في واحد بواحد، تقريب الصفر مش هيزود، هتفضل نفس الالف هو نفس الرقم، وهيبقى معاك العشر تلاف بنفس الرقم. هنا بقى نضرب الاتنين في سبعة باربعتاشر ومعانا الواحد، الاتنين في خمسة بعشرة واحد حداشر، واحد ومعانا الواحد، اتنين في صفر بصفر ونزل الواحد، اتنين في واحد باتنين وحط صفر مكان اللي ضربته، والواحد في سبعة بسبعة، والواحد في خمسة بخمسة، واحد في صفر بصفر، الواحد في واحد بواحد، شد الخط وجمع. ادي اربعة، واحد وسبعة تمانية، واحد وخمسة ستة، ادي اتنين ادي واحد. هنا رقم اليسار تسعة تلاف، هنا العشرين، اتنين في تسعة بتمنتاشر ومعانا ادي اربعة صفار، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. هنا التقريب برضو تسعة تلاف، مفيش صفار ما بتزودش، تمانية هتزود هتبقى الاتنين تلاتة، وهنضرب تلاتة في سبعة، تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين ومعايا اربعة صفار، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. هنا الضرب الواحد في تمانية بتمانية، تمانية في صفر بصفر، تمانية في صفر بصفر، تمانية في تسعة باتنين وسبعين، هنا صفر، اتنين في واحد باتنين، اتنين في صفر بصفر، اتنين في صفر بصفر،
اتنين في تسعة بتمنتاشر، تمانية اتنين صفر، طبعا احنا ده صفر، اتنين وصفر هي الاتنين، سبعة وتمانية خمستاشر واتنين. ونشوف فكر مستخدمة استراتيجيات الضرب المختلفة. طبعا احنا استخدمنا استراتيجيات كلها، فاحنا مش هنقدر ان احنا ناخد في المكان الصغير ده كل استراتيجيات. اوجد حاصل الضرب ما يأتي واذكر ماذا تلاحظ. طبعا اللي هتلاحظه ان انت لما هتستخدم مثلا المعيارية او نموذج المستطيل او التوزيع، ده كله هيبقى نفس الناتج، ناتج الضرب هيبقى نفس الناتج. الاختلاف عندنا في التقدير، ان انت لو هتقدر من اليسار او هتقدر من ارقام تانية، ده بس اللي هيكون معاك مختلف. خلاص كده يبقى هنا الحاجات اللي هتلاحظها ان النواتج كلها تبقى زي بعضها لو انت بيستخدم المعيارية او التوزيع او الحاجات دي، بيبقى نفس الناتج. خلاص كده. طيب تعال نشوف الارقام اللي معانا ونضربها. يلا نضرب. هنا هناخد الاربعتاشر نكتبها بقى تحت كده ونضرب. الاتنين في اربعة بتمانية، الاربعة في خمسة بعشرين، صفر ومعانا الاتنين، اربعة في صفر بصفر وهنزل الاتنين، اربعة في واحد باربعة، الواحد في اتنين باتنين، الواحد في خمسة لا صفر مكان اللي ضربنا الاول، نمسح. احنا قلنا ايه؟ اتنين في اربعة بتمانية، الاربعة في خمسة بعشرين، نزلنا اتنين، اربعة في واحد باربعة، صفر مكان اللي ضربناه، الواحد في اتنين باتنين، الواحد في خمسة بخمسة، الواحد في صفر بصفر، الواحد في واحد بواحد. بشد الخط وبجمع، ادي تمانية، ادي اتنين، خمسة واتنين هيديني سبعة، ادي اربعة، ادي واحد. تمام. تعالى ناخد الرقم التاني، ادي واحد خمسة اتنين في اربعتاشر، الاتنين في اربعة بتمانية، الاربعة في خمسة بعشرين ومعانا الاتنين، اربعة في واحد باربعة واتنين ستة، صفر مكان اللي ضربناه، الواحد في اتنين باتنين، الواحد في خمسة بخمسة، الواحد في واحد بواحد. بشد خط وبجمع، ادي تمانية اتنين حداشر، معنا الواحد على الواحد اتنين. هنا طبعا الارقام لو بصينا هنا، هنا زايدة صفر لكن هنا لا. خلاص يبقى ارقام العدد هنا مختلف، ارقام العدد هنا اقل من ارقام العدد هنا. ونشوف السؤال اللي بعد. يقول اكرم ان حاصل الضرب، طبعا هنمسح بقى كل الكلام ده، حاصل الضرب بسم الله 69 في 34 يساوي ناتج المسألة. نشوف بقى المسألة، نمسح بالقلم. ناتج المسألة 34 في 70 ناقص 34. تعال نشوف هنا، ناخد ادي الاربعة وتلاتين، ادي الاربعة وتلاتين، خلت 69 دي 70، تمام، وهنشيل منها 34 يبقى وافق، يبقى هو نفس ناتج الضرب. لو عايز تجرب تعال نجرب، بس هو كده كده احنا بنضرب ده بال اسمها ايه، ان احنا بناخد العدد باستراتيجية، طبعا دي مش التقريب، دي طريقة الحساب العقلي، ان احنا نقرب الرقم علشان يبقى سهل في الضرب وبعد كده بنشيل منه رقم. تعال نضرب، ادي 34 في 69 وناخد الرقم الاولاني. هنا الاربعة في تسعة بستة وتلاتين ومعانا التلاتة، التلاتة في تسعة بسبعة وعشرين، سبعة وعشرين وتلاتة تلاتين، صفر مكان اللي ضربناه، الاربعة في ستة باربعة وعشرين ومعانا الاتنين، تلاتة في ستة بتمنتاشر، تمنتاشر و تلاتة في ستة بتمنتاشر، اربعة في ستة باربعة وعشرين ومعانا الاتنين، تلاتة في ستة بتمنتاشر واتنين عشرين. بجمع، ادي ستة اربعة تلاتة اتنين. هنا طبعا هتضرب، الصفر هتنزله اهو، الاربعة في سبعة بتمانية وعشرين ومعانا الاتنين، تلاتة في سبعة بواحد وعشرين، واحد وعشرين واتنين تلاتة وعشرين، وهنقص منهم الاربعة وتلاتين. صفر نقص اربعة ما ينفعش يبقى صفر عشرة، عشرة نقص اربعة يديني ستة، والتمانية بقت سبعة، سبعة نقص تلاتة يديني اربعة، وهتكتب بقية الرقم، طبعا هو كده نفس الرقم. خلاص دي تلاتة، نمسحها كويس، طبعا درس طويل جدا في الحل. دي تلاتة، ادي تلاتة وادي الاتنين.
طبعا هناخد الاختبار لوحده لان الفيديو طويل قوي. نكمل الفيديو القادم ان شاء الله في الاختبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.